أحيانا تصل الألعاب لمستوى عالي جدا وصعب أنك توصفه، وصعب جدا أنك تشتغل على مراجعة وتوصل الفكرة الفعلية من التجربة. ومن أصعب الأمور أيضا على المطورين هو تقديم لعبة بتوازن مثالي بين القصة والجيم بلاي، لأن أغلب المطورين يركز على جانب واحد أكثر من الثاني. لكن لعبتنا اليوم استطاعت تقدم جيم بلاي ممتع وقصة رائعة، طبعا مع باقي الجوانب التقنية الخرافية وأيضا رسومات وعالم لا يستهان فيه. خلوني اليوم أعطيكم مراجعتي لأحد أكثر الألعاب المنتظرة، God of War Ragnarok. God of War Ragnarok إصدار مكمل للجزء السابق، لكن بمحتوى ضخم جدا وبسهولة أقول أكبر بثلاث مرات من السابق. وتاريخ إصدار اللعبة الرسمي في 9 نوفمبر على منصة البلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 5، مع توفير دعم للغة العربية ممتاز للقوائم والترجمة، بالإضافة للحوارات الصوتية اللي أشوف مستواها جيدة جدا، لكن بعض الأحيان يهبط مستواها وتخرجني من الموقف. للأمانة الأداء الصوتي العربي فيه تفاوت في الأداء، وأحيانا ما عندي مشكلة فيه وأحيانا انزعجت منه. وشخصيا بعد 10 ساعات حولت إلى الإنجليزي ولقيت إنه يتفوق بمراحل، والأهم إن الترجمة العربية موجودة. وهذا نموذج بسيط للغة العربية، وعطوني رأيكم فيه. لكن ماذا لو فعلت؟ إنه مستقبلي، حياتي. أنت ابني. إذن لماذا لا تثق بي؟ إن أردت الثقة فأخبرني الحقيقة. الحقيقة أنك تتصرف بحمق. بني، تغيير رأي المرء ليس سهلا. لا يثق بي على الإطلاق. لا بأس بأسراره وأيضا بأسرار أمي. بالنسبة للأحداث والقصة وبدون حرق، تخيلوا اللي بقوله مجرد أول ساعات في اللعبة، لأن بعد كم ساعة خلاص ما يصيرني أتكلم عن القصة لأن فيها أمور كثيرة تحدث. لكن بعطيكم الفكرة العامة من مستوى القصة. شفنا شخصية كريتوس في الجزء السابق اللي هو الأب واللي علم ابنه كل شيء في أمور الحياة، وكان أتريوس في عمر صعب أنك توصل الفكرة بسهولة، مما يخلي كريتوس يعصب أحيانا، بالإضافة لتصادم الأب مع ابنه عدة مرات بسبب فضول أتريوس. لكن في هذا الإصدار اختلف الموضوع شوي، صار كريتوس متساوي مع أتريوس سواء في القناعات أو الاعتماد على النفس أو حتى بعض القرارات، حتى لدرجة أن كريتوس يحتاج المساعدة من أتريوس، كأنهم صاروا أخوان تقريبا بحكم أن أتريوس صار أكبر وعرف أمور كثيرة بنفسه. لكن بنفس الوقت مو بس أتريوس كبر، حتى الفضول اللي داخله كبر أكثر وأكثر من السابق، لدرجة أنه يطمح لخوض مغامراته الخاصة وتحقيق أهدافه بنفسه حتى لو كان أبوه يعارضه. المهم، أحداث القصة في البداية كانت مستقرة إلى أن صار حدث شفناه في الجزء السابق، وهو وصول ثور إلى باب بيتهم واللي حاب ينتقم لأبنائه، وهذه أحد المشاكل الأساسية اللي لازم يواجهونها في هذا الإصدار. اللي أقدر أقوله في هذه القصة أنها فعلا ممتازة ومليانة مشاعر وأحداث وحوارات كثيرة، فيها ضحك، فيها دراما، فيها تشويق، وتصل للمشاعر مع كمية كبيرة من الشخصيات لا يستهان فيها. فلو تجمع شخصيات الجزء السابق مع الشخصيات الموجودة في العروض حاليا، هناك تقريبا أكثر من 15 شخصية ما شفتوهم من قبل. أنا بصراحة انصدمت من كمية الشخصيات اللي في اللعبة ودورهم الأساسي. فبالنسبة لخلاصة القصة أقدر أقولها ممتازة ومليانة سرد بعناية، وكأنك تشوف فيلم، كل شيء بتشوفه من صدمات، من تشويق، من ضحك مثل ما ذكرت، وحوارات جدا عميقة. باختصار هذه أفضل قصة راح تشوفها في السنة. وصلنا إلى الأخشاب، نجحنا. طيب، حاليا خلصنا تغطية جانب القصة والأهم أنه بدون حرق وخلصنا من هذا الموضوع، لكن باقي المراجع بتكلم في أمور تختص في الجيم بلاي والجرافيكس وعالم اللعبة. لكن وجب التنويه أن في نقطة مختصة في الجيم بلاي وبشكل رئيسي، فبس حبيت أنوه أن البعض ممكن يعتبرها حرق، لكن شخصيا ما أشوف أنها حرق. ونتكلم الحين عن أسلوب اللعب. بالنسبة للجيم بلاي أو أسلوب اللعب، في أول 8 ساعات تقريبا ما راح تحس بالاختلاف الكبير عن الجزء السابق. نفس الأسلحة، نفس الكومبات، نفس الأشياء والشعور والفينش وأيضا الدروع، وكل شيء تشوفه في اللعبة في السابق موجود حاليا في أول ساعات. لكن بعد ما تتقدم في اللعبة تبدأ التغييرات تنهل عليك بشكل كبير، بجانب أسلحة كريتوس اللي نعرفها وميكانيكس الجيم بلاي المختلفة في كل سلاح. أيضا الدرع نفسه تقدر تستخدمه في القتال وراح ينفعك بشكل كبير أكثر من السابق، بالإضافة أن كريتوس يقدر يكسر بعض الأحجار أو التعويذات تعطيه بف ممتاز في الجيم بلاي وتعطيك قوة خارقة لوقت معين. هذا غير حركات الفنش المنوعة والعنيفة واللي تبهرك في كل مرة، والأهم أن كل سلاح له فنش مختلف. طبعا الأعداء راح يكون عندهم بعض الحركات اللي لازم يكون عندك ردة فعل معينة، ما هو قتال عشوائي، لازم تركز في حركات الأعداء وتستخدم الحركة أو الكاونتر المناسب في اللحظة الحاسمة. فتقريبا الكومبات أو القتال يجمع لك أشياء كثيرة في لحظة واحدة وكلها تندمج فيها وتحاول أنك توصل لأفضل قتال. وبجانب هذا الشعور الجديد من التغيير، في أشياء ثانية.
على سبيل المثال في بعض المراحل بتكون معاك شخصيات مساعدة مختلفة، وراح تشوف شخصيات تساعدك بشكل كبير طوال المغامرة. لكن الأهم من هذا أن شخصية أتريوس قابلة للعب، ويا جماعة شخصية أتريوس بسهولة يتقارن في جيم بلاي كريتوس. بصراحة في مراحل كثيرة عجبتني حتى من كريتوس نفسه، لدرجة أني أتمنى أشوف لعبة مستقلة لأتريوس. فعلا في الكومبات سريع جدا وخفيف وقدراته رائعة. عنده قدرات سحرية اللي أنت أساسا تستخدمها لما تلعب في كريتوس راح تستخدمها أثناء تحكمك في الشخصية، مثلا في استخدام السحر أنك تركب غزال ضخم أو تطلع مجموعة ذئاب أشباح ودمجهم جدا عالي، أو حتى استخدام الكومبات نفسه في الأسهم مثير للاهتمام، عندك أنواع مختلفة وسحر وغيره من الأمور. أيضا الكومبوهات جدا رائعة في الملي أتاك، في السهم نفسه ترفع الأعداء وتضربهم من تحت ومن فوق ويسوي حركات جدا رائعة، وطبعا الأساس هو السهم اللي عندك أكثر من نوع وكل واحد فيه سحر مختلف. عجبني حتى أثناء التصويب تقدر تقفز وتراوغ وأنت مصوب، فعلا أتريوس كان روعة روعة جدا ومن أفضل التغييرات اللي شفتها في اللعبة. متأكد أي شخص راح يجرب الجيم بلاي فيه راح يحبه جدا، والأهم أنه في مراحل كثيرة خاصة في أتريوس. غير هذا الشيء أنك راح تشوف شخصيات مساعدة كثيرة، ممكن يكون 3 شخصيات معاك في القتال الواحد، وراح تشوف ميكس عجيب بين الشخصيات لما تاخذ مغامرات بشخصيات مختلفة في كل مرة. القتال بشكل عام إدماني في اللعبة وممتع جدا ويعطيك شعور الرضا الفعلي. حتى طوال المغامرة ما مليت من الجيم بلاي نفسه، الحركات ما عندي مشكلة انها تكررت معاي او حتى القدرات، لكن فعلا مستمر فيها بدون اي شعور في الملل في القتال نفسه. طبعا راح يكون عندك تعديل عميق على الاسلحة من ناحية اشكالهم وقدراتهم، بالاضافة لشجرة المهارات الواسعة لعدة شخصيات، والحلو في الموضوع انك كل ما تطور شخصية او اسلحة او قدرات راح يفرق معاك في الجيم بلاي. تقدر تركب احجار سحرية وتغير شكل الدروع نفسها وتاخذ فيها مقاومات مختلفة من نوعها، والاهم انك تقدر تطور كل الاشياء اللي عندك، سلاح، درع، قدرة، شخصية وغيرها. باختصار نظام التطوير صار أكبر بكثير وبتاخذ وقت وانت تضبط شغلك. أما بالنسبة لعالم اللعبة راح يكون ضخم جدا بمراحل عن السابق، والحلو في الموضوع أن العقبات موجودة وأشياء ما تقدر تفتحها إلا بأسلحة أو قدرات معينة ومن هذه الأمور. واللي عجبني في تنوع المراحل والبيئات كان فعلا شيء خرافي، وتخيلوا أن بعض المراحل أو المهام نفسها تكون كبيرة لدرجة أنها كأنها إضافة. عالم اللعبة مليان أماكن راح تبهرك من ناحية البيئات، والتنوع راح يحببك أكثر وأكثر في اللعبة. لكن للأمانة بعض المراحل حسيت أن تصميمها مزعج أو مفكرين فيها بزيادة، مما يخلي اللاعب يدفع الثمن ويجي له صداع من المرحلة نفسها. لكن بنفس الوقت في كمية كبيرة من المراحل الممتازة، وفي مراحل كأنها عالم مفتوح مصغر، وتنوع البيئي في اللعبة ممتاز، في ثلوج، جبال، صحراء، سافانا، استغربت صراحة من هالشيء، عندك غابات، براكين، باختصار عندك 9 عوالم مختلفة وكل عالم داخله عوالم أخرى. وبالمناسبة من أجمل إضافات في اللعبة هو تحسين نظام الفاست ترافل، الحين يمديك تسافر من أي مكان، تلقى البوابات منتشرة وتقدر تتنقل بين العوالم وتروح من عالم إلى عالم بدون ما ترجع للأساس، ويعني عندك التنقل بيكون في حرية كبيرة أفضل من السابق بمراحل. فلو حبيت أنك تحلل اللعبة وتسوي المهام الجانبية راح يكون عندك مرونة أكثر. وبالنسبة للمهام في اللعبة راح تكون عندك ملونة في البرتقالي الأساسية والأزرق الجانبية، وتقدر تسوي تتبع لأي وحدة وتنطلق فيها. والمهام الجانبية بعضها فعلا رائع بمستوى مهام القصة، أتكلم عن كمية تفاصيل، مشاهد سينمائية وحتى مدة المهام. ومن الأشياء اللي طوروها في اللعبة هو الاستكشاف والبحث عن مغامرات وقتال زعماء سريين. اللعبة راح يكون فيها تجمعات لعشائر مختلفة، راح يكون فيها زعماء سريين في كل مكان، راح تقدر تطنش جميع المهام الرئيسية والجانبية وتروح تستكشف في عالم اللعبة لمغامرات غير متوقعة. بالنسبة للرسومات، God of War Ragnarok تقدم مستوى رائع جدا، على الرغم انه قريب من الجزء الماضي لكن التحسينات واضحة. فعلا البلاي ستيشن 5 عطى مساحة اكثر في الابداع للمطورين، راح تشوف الاسطح والبيئات من حولك مشبعة بتفاصيل جدا غنية، كل عنصر له دقة واضحة فعلا، والتفاعل من ناحية الاضاءة والاضواء وتشوف الارضيات وواقعياتها يخليك فعلا تستمتع وتتأمل في عالم اللعبة والرسومات فيه، او حتى الابعاد في المساحات الشاسعة والاشجار وضخامة الغابات وهذه الامور التفصيلية بكثافة موجودة في اللعبة. بجانب هذا الشيء حتى خليط الجيم بلاي والمؤثرات من الحركات والقتال، فانت تدمج كمية رسومات مرعبة مع بعض، غير عالم اللعبة والشخصيات ايضا المؤثرات من حولك كلها مدموجة. ما ادري شلون صراحة البلاي ستيشن متحمل لعبة بهذا الوزن. ايضا عجبني تغيير نمط اللعبة من ناحية التلوين بشكل عام، صار في واقعية اكثر. غير هذا تم اضافة لمسات حلوة من ناحية الدخان والاشياء المتطايرة في الهواء اللي تعطي حيوية وواقعية للعالم. لكن اهم جزئية في الرسومات هي الشخصيات نفسها مشبعة بالواقعية، والحوارات لما تشوفه كأنك تشوف مستوى افلام فعلي.
والشيء اللي ساعد على انسجامك أكثر وتوصيل المشاعر للشخص نفسه لما تشوف الحوارات وكأنها فعلا واقعية من تحركات الشخصيات وأيضا نفسهم وصوتهم وواقعيتهم بشكل عام توصل لك المشاعر الحقيقية. أما بالنسبة لاختيار نمط الرسومات راح يكون عندك الدقة العالية Native 4K لكن مع 30 أو 40 إطار تقريبا، أو إذا حبيت تستخدم نمط الأداء اللي بيعطيك 60 إطار وأيضا تفاصيل لا تقل عن الوضوح الكامل. للأمانة ما قدرت أفرق بين Native 4K ولا الأداء بما أن الإطارات هني أسرع، فأقول أن هذا الاختيار المناسب. بالإضافة أن عندك اختيار لل 120 إطار إذا كانت شاشتك تدعم وأنت تحب السرعة تقدر ترفع ل 120 إطار. بالنسبة للمميزات، أول ميزة في اللعبة أن الأحداث تشدك بشكل كبير. جمال القصة وتشبعها بالشخصيات والحوارات والأحداث اللي تصير تخليك متلهف أنك تشوف القادم وتشوف القصة، وكتابتها بعناية وسردها خرافي فعلا. فباختصار من أهم مزايا اللعبة هي القصة. ثاني ميزة في اللعبة أبهرتني بشكل كبير هي الحوارات المستمرة وتفاعلها مع كنترول اللاعب نفسه، مثل ما شفنا في Last of Us أو Red Dead تقريبا. وانت ماشي راح تكون في حوارات دائرة، وحسب الموقف اللي ممكن انت تسوي شيء يوقف الحوار ويتغير حسب اللي انت شيء سويته. على سبيل المثال مثل ميمير أو أترياس أو أي حد يقول قصة، وانت ماشي رحت قفزت لمكان مختلف راح يقول خلاص أنا أكمل لك بعدين، وانت تقول أوكي. وبعد ما ينهون الحدث حتى لو كان قتال راح يرجع يقول له شنو كنت تقول، كمل سالفتك. او مثلا ان حكرت في مكان ولغز وما انت عارف تحله خلاص وصلت لمرحله صعبه، راح يبداون الشخصيات يلمحون لك لين يساعدونك في الحل. وبعض الاحيان يقولون حوارات غير متوقعه وتحس انها ما لها داعي، لما تلقى شيء يقول انت محظوظ، او مثلا لما تكسر شيء يقول ايش هالقوه من هالكلام. فتخيلوا طوال المغامره الشخصيات ما تسكت وافكارهم حلوه في الحوارات المستمره واللي اساسا مشبعه في القصه نفسها، يعني في اشياء كثيره مهمه يقولونها في هذه الحوارات. ثالث ميزه في اللعبه عجبتني هو عالمها بشكل عام. عالم اللعبه كانه عالم مفتوح ضخم جدا ومليان مهمات جانبيه، استكشاف اشياء غير متوقعه وزعماء منتشرين في اماكن مختلفه. فعلا ضخامه اللعبه كانها ضخامة ألعاب العالم المفتوح لكنها تعتبر لعبة خطية أو شبه مفتوح. رابع ميزة في اللعبة ما يحتاج أتكلم عنها أكثر هي الرسومات واستقرارها التقني، يعني ما شفت أي دروب فريم ولا مشاكل ولا تعليق أبدا. سرعة الإطارات مستقرة حتى في أصعب اللحظات، لو عندك مليون عدو في نفس المكان وإفكتات مؤثرات وحركات وكل شيء تسويه ما راح تشوف أي مشاكل في اللعبة، واستقرار الرسومات على هالواقعية فعلا أثبت لي قوة البلاي ستيشن 5. خامس ميزة في اللعبة عجبتني هي عمر اللعبة وكمية المحتوى اللي فيها والريبلاي فاليو فيها. تخيلوا لو بس تلعب القصة وتركض بس تبي تشوف المهام الرئيسية قصة 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 راح تخلصها تقريبا ب 25 ساعة. طبعا اللعبة بس في القصة 20 إلى 25 ساعة يعتبر شيء ضخم جدا، لكن لو تبي تحلل اللعبة بسهولة راح توصل لل 50 وال 60 وال 70 ساعة علشان تخلص كل المهام فيها. بالنسبة للعيوب أو الملاحظات، أهم شيء إنها أشياء بسيطة يمكن ما تفرق عند بعض اللاعبين. بعض المراحل حسيت إن تصميمها معقد وما هو متعوب عليه وتتضايق منه. أيضا ما حبيت اعتماد اللعبة الأساسي في العقبات هو على موضوع الألغاز. هذه الألغاز تتكرر عليك بشكل كبير من ناحية فكرتها لكن مع تغييرات بسيطة، يعني لو كانت ألغاز مختلفة تماما عن كل مرة ممكن أستمتع فيها، لكن وجود هذه الألغاز حسيت إنه يستنزف وقت كبير بالإضافة لموضوع تكرار الفكرة. ثاني عيب في اللعبة هو موضوع القوائم. القوائم فيها تعقيد كبير، حتى مع شرحها باللغة العربية راح تتعقد لأنها متلخبطة على بعضها متداخلة، وكل قائمة داخلها مجموعة قوائم وداخل مجموعة القوائم قوائم ثانية. فمثل ما تشوفون القائمة مشبعة بالكلمات وأشياء يمين ويسار وفوق وتحت وداخلهم أشياء داخل بعض. عادي مثلا تطور شيء بالغلط وانت مو محتاجه، أو حتى طريقة بيع العناصر مرات تبيع شيء مهم وانت ما تدري. فبشكل عام القوائم تمنيت انها تكون أفضل. بالنسبة لآخر ملاحظة عندي هي التوجه الفني في تصميم خرائط اللعبة. ما حسيت ان هذا التصميم خدمني بشكل كبير في أرض الواقع على تصميم الخريطة فعلا، يعني اللي أشوفه في الجيم بلاي مختلف عن الخريطة لما أشوفها، وما تقدر تاخذ راحتك حتى في موضوع الزوم في الخريطة. بالنسبة للخلاصة، God of War Ragnarok مو بس أفضل لعبة جربتها في هذه السنة، بل هي أفضل لعبة جربتها في جيل البلاي ستيشن 5. ما أشوف أن في لعبة وصلت لمستواها المتكامل من ناحية القصة والأحداث والشخصيات والجيم بلاي ومشبعة بالرسومات وعوالم ضخمة جدا ومليانة محتوى. كل هذه الأمور في قالب واحد وتتقدم للاعب. فعلا الله يعين سانتا مونيكا شلون راح يتفوقون على نفسهم في مستقبل هذه السلسلة. أنا شخصيا ما قيم بالأرقام في المراجعات، لكن أقول لك بسهولة هذه اللعبة تستحق علامة كاملة و10 من 10، وأنا شخصيا أشوف أن لقب لعبة السنة مناسب لها جدا.
صدقوني كل اللي شفتوه في هذه المراجعة من تصوير أو حتى شرح ما يتقارن في البلاوي الموجودة والصدمات والشخصيات في اللعبة. أنصح فيها جدا، العبوها واستمتعوا، تجربة ما تتفوت. ونصيحة قبل ما تبدأ فيها، لازم تشوف ملخص قصة الجزء السابق لأن في ارتباط مباشر فيها، وفي ملخص حاليا في القناة تشوفونه حاليا على الشاشة، تقدر تضغط عليه وتشوف قصة الجزء السابق قبل ما تدخل في راجناروك. ترقبوا إن شاء الله أسوي لكم مقطع جولة في العالم المفتوح وتغطيات أكثر للعبة. يعطيكم العافية، كان معاكم خالد من جيمر سناك، أتمنى عجبتكم المراجعة واستمتعتوا فيها. أشوفكم إن شاء الله على خير ومع السلامة.